الآن أقول الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو خير أم شر؟ خير. هذا الخير يجهله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لا. أنا لا أقنع منك الآن أن تقول لا، بل يجب أن تبالغ وأن تقول هذا مستحيل. مستحيل أن يخفى هذا الخير إن كان خيرا أو غيره على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونحن لم نعرف الإيمان والإسلام إلا من طريق محمد عليه الصلاة والسلام، فكيف نعرف خيرا هو لم يعرفه؟ هذا مستحيل. ما كان في وقت النبي بس بعده هذا إحياء لذكرة وتكريم له. هذه فلسفة نحن نعرفها، نسمعها من كثير من الناس وقرأناها في كتبهم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دعا الناس هل دعاهم إلى الإسلام كله ولا دعاهم إلى التوحيد؟ أول ما دعاهم للتوحيد، بعد ذلك فرض الصلوات، بعد ذلك فرض الصيام، بعد ذلك فرض الحج وهكذا. لذلك أنت امشي على هذه السنة الشرعية خطوة خطوة. نحن الآن اتفقنا أنه من المستحيل أن يكون هناك خير عندنا ولا يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ قلت أن أنفا كلمة لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطع فيها كبشان، هي أن الخير كله عرفناه من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك شك أو ريب في هذا الكلام؟ أنا أعتقد أن من شك في هذا فليس مسلما. من أحاديث الرسول عليه السلام التي تؤيد هذا الكلام قوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. إذا كان المولد خيرا وكان مما يقربنا إلى الله زلفى، فينبغي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دلنا عليه، صح ولا لا؟ ما أنا لا أريد منك أن توافق دون أن تقتني بكل حرف مما أقوله، ولك ملء الحرية والصلاحية أن تقول أرجوك هذه النقطة ما اقتنعت بها. فهل يعني توقفت في شيء مما قلته حتى الآن ولا أنت ماشي معي تماما؟ جزاك الله خير. إذن ما تركت أن يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. نحن نقول ما دام أنت ذكرت الشيخ فلان، نحن نقول لجميع المشايخ هذا المولد هو خير في زعمكم، فإما أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دلنا عليه، وإما أن يكون لم يدلنا عليه. فإن قالوا قد دلنا عليه قلنا لهم هاتوا برهانكم كنتم صادقين، ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا أبدا. نحن قرأنا كتابات العلوي وغير العلوي في هذا الصدد، لا يدلون بدليل سوى أن هذه سنة حسنة، بدعة حسنة. أحسن، يقولون أن هذه بدعة حسنة، أي كلهم الذين يحتفلون والذين ينكرون الاحتفال هم متفقون على أن هذا المولد لم يكن في عهد الرسول عليه السلام ولا في عهد الصحابة الكرام ولا في عهد الأئمة الأعلام، كلهم متفقون. لكن يقولون إيش فيها؟ كما قلت أنت صلاة الرسول ونحن ذلك. نحن نقول هذا الخير لو كان خيرا لسبقونا إليه. أنت تعرف حديث الرسول عليه السلام
خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. تعرف هذا ولا بد؟ قرني خير الناس قرني يعني العصر الذي كان فيه الرسول والصحابة هذا خير الناس، ثم الذين يلونهم يعني التابعين، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. هذا نص حديث الرسول عليه السلام وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم، وهذه نقطة أيضا لا خلاف فيها بين المسلمين. هل تتصور أن يكون هناك خير نحن نسبقهم إليه علما وعملا؟ يمكن هذا؟ والله يا شيخ يمكن من ناحية العلم يعني الله سبحانه وتعالى يعني لو الرسول عليه الصلاة والسلام من وقتها قل مثلا الناس التابعين له انه الارض تدور فكيف؟ عفوا اصبرني انا ما سألتك عن ناحية العلم فقط، انا ذكرت شيئين، ذكرت شيئين فانت تجيب عن هذين الشيئين. من ناحية العلم، والآن حيدتك هذه في الواقع أفادتني، أعني بطبيعة الحال بالعلم هو العلم الشرعي وليس الطب. مثلا أنا بقول أن الدكتور هنا أعلم من ابن سينا زمانه لأنه جاء بعد قرون طويلة وتجارب عديدة وعديدة جدا، لكن هذا لا يزكيه عند الله ولا يقربه على القرون المشهودة البشرية، لكن يزكيه في العلم. نحن نتكلم في العلم الشرعي بارك الله فيك، لازم تحط في بالك هذا. لما أقول لك هل تعتقد أننا نحن يمكن أن نكون أعلم، نعني العلم الشرعي لا نعني العلم التجربي هذا الجغرافيا والفلك والكيمياء والفيزياء. يعني افترض الان في هذا الزمان انسان كافر بالله ورسوله مشرك، لكن هو اعلم الناس باي علم من هذه العلوم، هل يقربه ذلك الى الله زلفى؟ اذا نحن لا نتكلم الان في هذا المجال، نتكلم في العلم الذي هو نريد ان نتقرب به الله تبارك وتعالى. نحن كنا في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. فيعود السؤال الآن وأرجو أن أحظى بالجواب بوضوح بدون حيدة ثانية، فأقول هل أنت بما أتيت من عقل وفهم وذكاء وفطرة سليمة ممكن أن تقتنع أننا نحن في آخر الزمان يمكننا أن نكون أعلم من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين في العلم الشرعي بقول الآن مقيدا، وأن نكون أسرع إلى العمل بالخير والتقرب إلى الله من هؤلاء السلف الصالح؟ الحين بالنسبة للعلم الشرعي قصدك تفسير القرآن؟ أنا أقول هم أعلم منا بتفسير القرآن، وهم أعلم منا بتفسير حديث الرسول عليه السلام، هم في النهاية أعلم منا بشريعة الإسلام. هل عندك شك في هذا؟ الحين أنا بقول لك يعني بالنسبة لتفسير القرآن يا سيدي، يعني يمكن الآن يعني أكثر من زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه الله كده يبغى من ناحية الحين زي كلمة الآية القرآنية اللي وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. يعني لو وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم الأرض تدور كان أحد صدقه؟ ما كان أحد صدقه. يعني أنت ترغمنا ولا مؤاخذة أن نسجل عليك حيدة ثانية. يا أخي أنا بسأل عن كل مش عن جزء، نحن نسأل سؤالا عاما، الإسلام ككل من هو أعلم به؟ طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته. فهذا الذي نبغاه منك بارك الله فيه. ثم التفسير الذي أنت تدندن حوله ليس له علاقة بالعمل
له علاقة بالفكر والفهم. وإن شئت نحن تكلمنا معك في هذه الآية وأثبتنا لك أن الذين يقولون هذا يدل على أن الأرض تدور على خطأ، لأن هذه الآية تتعلق بيوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله واحد القهار. لسنا على كل حال في هذا الصدد، وأنا أسلم معك جدلا أنه قد يكون رجل من المتأخرين يعلم حقيقة علمية كونية أكثر من صحابي أو تابعي إلى آخره، لكن هذا بارك الله فيك ليس له علاقة بالعلم بالعمل الصالح الذي يقرب إلى الله زلفى. اليوم هذه العلوم، هذه العلوم الفلكية الجغرافية، أنا أقول لكم بصراحة الكفار أعلم منها فيها صحيح، لكن ما الذي يستفيدون من ذلك؟ لا شيء. نحن لا نريد الآن أن نخوض في هذا اللا شيء، نريد أن نتكلم في كل شيء يقربنا إلى الله زلفى. فنحن لا نتكلم في المولد النبوي الشريف، هذا خير، واتفقنا أن هذا الخير لو كان خيرا لكان سلفنا الصالح وعلى رأس محمد صلى الله عليه وسلم هم أعلم به منا وأسرع إلى العمل به لو كان خيرا. هذا كلام في شك، فلا تحد عن هذا الموضوع تأتينا بأمور فلكية وعلمية ليس لها علاقة بالإنسان من حيث أنه يريد أن يتقرب إلى الله بعمل صالح. فإذا هذا مولد ما كان، أي هذا الخير ما كان في زمن الرسول والصحابة والتابعين أي المجتهدين، كيف خفي هذا الخير عليهم؟ لابد أن نقول أحد شيئين، عالموا هذا الخير كما علمناه وهم أعلم منا، أو ما علموا هذا الخير وكيف علمناه نحن؟ فإن قلنا علموه فلماذا لم يعملوا به؟ هل نحن أقرب إلى الله زلفى؟ لماذا لم يخطئ عابد منهم، عالم منهم، صالح منهم فيحتفل بهذا الخير؟ لماذا؟ هل يدخل في عقل؟ هذا الخير ما يعمل به أحد أبدا، وهم بالملايين وهم أعلم منا وأصلح منا وأقرب إلى الله زلفى. أنت تعرف قول الرسول عليه السلام فيما أظن، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. شايف قديش الفرق بيننا وبينهم؟ لأنهم جاهدوا في سبيل الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوا العلم منه ربا طريا بدون هذه الوسائط الكثيرة التي بيننا وبينه عليه الصلاة والسلام، كما أشار صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذا المعنى في الحديث الصحيح، من أحب أن يقرأ القرآن ربا طريا أن يقرأه على قراءة ابن أم عبد وهو عبد الله بن مسعود ربا طريا، يعني طازج جديد. هؤلاء السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة الكرام لا يمكننا أن نتصور أبدا أنهم جهلوا خيرا يقربنا إلى الله زلفى وعرفناه نحن. وإذا قلنا عرفوا كما عرفنا لا نستطيع أن نتصور أبدا أنهم أهملوا العمل بهذا الخير. لعله وضح لك هذه النقطة التي أنا أدندن حولها إن شاء الله. جزاك الله خير. في شيء آخر، هناك أحاديث كثيرة وآيات تبين أن الإسلام كمل، وأظن هذه أيضا حقيقة أنت يعني متنبه لها ومؤمن بها، ولا فرق بين عالم وطالب علم وعامي في معرفة هذه الحقيقة، وهي أن الإسلام كمل
وأنه ليس كدين اليهود والنصارى في كل يوم في تغيير وتبديل. وأذكرك بمثل قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآن يأتي السؤال: هذا المولد النبوي، هذه طريقة أخرى لإقناع الناس بأن هذا المولد ليس خيرا. الطريقة الأولى سبق بيانها أنه لو كان خيرا لعرفه السلف الصالح وهم أعلم منا وأبعد منا. هذا المولد إذا كان خيرا فهو من الإسلام، فنقول: هل نحن جميعا من منكرين لهذا المولد ومقرين له؟ هل نحن متفقون كالاتفاق السابق أن هذا المولد ما كان في زمن الرسول؟ نحن اتفقنا على هذه الحقيقة. طيب، هل نحن متفقون الآن على أن هذا المولد إن كان خيرا فهو من الإسلام، وإن لم يكن خيرا فليس من الإسلام؟ اليوم أنزلت هذه الآية في القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وليس هناك اتفاق بالمولد النبوي، فهل يكون دينا فيما ترى؟ أرجو أن تكون معي صريحا، ولا تظني أنا من المشايخ الذين يسكتون الطلاب بل عامة الناس. أسكت، أنت ما تعلم، أنت ما تعرف. لا، خذ حريتك تماما كأنما تتكلم مع إنسان مثلك ودونك سنا وعلما. خذ راحتك تماما، إذا ما اقتنعت قل لي ما اقتنعت. إن كان هذا المولد من الخير فهو من الإسلام، وإذا لم يكن من الخير فهو ليس من الإسلام. وإذا اتفقنا أن هذا الخير لم يكن يوم أنزلت هذه الآية فبديهي جدا أنه ليس من الإسلام في شيء. أؤكد هذا الذي أقوله بأثر عن إمام مالك إمام دار الهجرة، قال: من ابتدع في الإسلام بدعة واحدة فقط، مش بدع كثيرة، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرجالة. هذا شيء خطير جدا. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها يظنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. إيش الدليل يا إمام؟ قال: اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تمام كلامه الذي يكتب بماء الذهب. قال: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. متى هو يقول هذا الكلام؟ في القرن الثاني من الهجرة، في القرن اللي هو من القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، فما بالك في القرن الرابع عشر الخامس عشر؟ فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذا كلام يكتب بماء الذهب، بس نحن غافلون مع الأسف، غافلون عن كتاب الله وعن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أقوال الأئمة الذين نزعم نحن أننا نقتدي بهم. وهيهات وهيهات، بيننا وبينهم في القدوة بعد المشرقين. هذا إمام دار الهجرة يقول بلسان عربي مبين: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. اليوم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف دين، لولا ذلك ما قامت هذه الخصومة بين علماء يتمسكون بالسنة وعلماء يدافعون عن البدعة. كيف يكون هذا من الدين ولم يكن في عهد الرسول ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد أتباع التابعين؟ الإمام مالك هو من أتباع التابعين، وهو من الذين يشملهم خير القرون، قرني
ثم الذين يلونهم لا ثم الذين يلونهم. ومنهم الإمام مالك يقول ما لم يكن يوم نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ومن نهاية كلامه ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلوا به أولها. لماذا صلوها أولها؟ بالإحداث للدين والتقرب إلى الله بأشياء ما تقرب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل لا تنسى ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به. لماذا لم يأمرنا رسول الله بأن نحتفل بمولده؟ هنا سؤال وهناك جواب. هناك احتفال بالمولد النبوي مشروع، ضد هذا الاحتفال الذي هو ليس بالمشروع، لأنه هذا الاحتفال لم يكن في عهد الرسول، لكن هناك احتفال كان موجودا في عهد الرسول، مع فرق شاسع، بول شاسع بين الاحتفالين. أول ذلك أن الاحتفال مشروع عبادة متفق عليها بين المسلمين جميعا، وثاني شيء أن هذا الاحتفال يتكرر في كل أسبوع مرة، واحتفالهم في السنة مرة. هذه فارقتان بين الاحتفال المشروع حيث هو عبادة بالاتفاق، ستعلمون ما هي هذه العبادة قريبا، وثانيا تتكرر هذه العبادة ويتكرر هذا الاحتفال في كل أسبوع مرة وليس في كل عام مرة. هذا لا أقوله فلسفة كلام ما أنزل الله به من سلطان، وإنما أروي لكم حديثا ومن أصح الكتب بعد كتاب الله وبعد صحيح البخاري، ألا وهو كتاب صحيح الإمام مسلم. يروي الإمام مسلم في صحيحه هذا بإسناده عن رجل من كبار الصحابة وهو أبو قتادة الأنصاري. قال هذا الرجل الصحابي الجليل: جاء رجل وهو يسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ قال جواب على سؤال: ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل القرآن علي فيه. إيش معنى هذا الكلام؟ كأنه يقول: كيف تسألني عن صوم هذا اليوم والله قد خلقني فيه وأنزل الوحي علي فيه؟ أي ينبغي أن تصوموا يوم الاثنين شكرا لله عز وجل على أن خلقني فيه. وهذا على وزان صوم اليهود يوم عاشوراء. ولعلكم تعلمون جميعا أن صوم عاشوراء قبل نزول فرض شهر رمضان كان هو المفروض على المسلمين، وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة رأى اليهود هناك سكان المدينة يصومون يوم العاشوراء، فسألهم عن ذلك. قال اليهود: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وجنده، فصمناه شكرا لله أن أنقذ الله موسى وقومه من فرعون وجنده. فقال عليه السلام: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه فصار فرضا. إلى أن نزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه.
لأنه نسخ فرضية صوم يوم عاشوراء بفرضية صوم شهر رمضان وبقي الاستحباب. الشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شارك اليهود قبل فرض شهر رمضان في صوم يوم عاشوراء. لماذا؟ شكرا لله أن أنقذ الله موسى وقومه من فرعون وجنده. فنحن أيضا فتح لنا باب الشكر لله أن خلق محمدا صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين وأنزل الوحي في يوم الاثنين. الآن أنا أسألك، هؤلاء الذين يحتفلون بهذا المولد الذي عرفنا أنه ليس من الخير بسبيل، أعرف أن كثيرا منهم أو قليلا منهم يصومون يوم الاثنين كما يصومون يوم الخميس، لكن ترى أكثر المسلمين يصومون يوم الاثنين؟ لا يصومون يوم الاثنين. أكثر المسلمين يحتفلون بالمولد النبوي في كل عام مرة، أليس هذا قلبا للحقائق؟ مع ذلك أريد أن أقول شيئا آخر، أكثر المسلمين لا يصومون يوم الاثنين، إذن أكثر المسلمين لا يحتفلون بولادة الرسول يوم الاثنين، لكنهم يحتفلون في كل عام مرة. هؤلاء يصدق عليهم قوله تعالى لليهود: قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. هذا هو الخير، صيام ومتفق عليه بين المسلمين جميعا صوم يوم الاثنين، فهم لا يصومون يوم الاثنين الجمهور. نأتي إلى هؤلاء الذين يصومون يوم الاثنين من المسلمين وهم قلة بالمرة. هل يعلمون السر والحكمة في شرعية صوم يوم الاثنين؟ لا يعلمون. فأين هؤلاء المشايخ الذين يقيمون الدنيا ويقعدونها أن هذا احتفال بالمولد النبوي وهذا فيه خير وفيه صلاة الرسول وإلى آخره؟ لماذا لا يذكرون الناس بما هو أولا متفق عليه بين المسلمين أن صوم يوم الاثنين؟ ثم لماذا لا ينبهونهم أن هذا الصوم هو الاحتفال المشروع بولادة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ صدق الله حين قال لليهود: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وصدق رسول الله حين قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية خطيرة جدا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. فإذا نحن اتبعنا سنن اليهود، اليهود استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. نحن كذلك فعلنا في كثير من الأمور، استبدلنا الاحتفال بالمولد النبوي كل سنة بالذي هو خير، وهو الاحتفال في كل يوم اثنين. أعرضنا عن هذا كله باحتفال واحد ليس كان له أصل، وإنما تصوم كل يوم اثنين وتلاحظ السر في ذلك. شكرا لله عز وجل على أن خلق نبيك عليه السلام في هذا اليوم وأنزل القرآن والوحي الذي نحن نهتدينا به في هذا اليوم. أما أن يعرض جماهير المسلمين عن هذا الصوم وهذا الاحتفال المشروع إلى ذاك الاحتفال غير مشروع، فهذا قلب للحقائق الشرعية وتقليد لليهود الذين استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. لأن قول القائل هذا خير وليس بخير هو تشريع في دين الله، وإذا كان تشريعا في دين الله من عنده هو وليس من الله ورسوله، حينئذ صدق عليه قوله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله.
ثم هناك الآية الأخرى التي لا صلة وثقة بهذه الآية وهو قوله تبارك وتعالى في حق النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لما نزلت هذه الآية قال عدي بن حاتم وقد كان نصرانيا ثم هداه الله فأسلم، أي هو يعرف النصرانية ويعرف النصارى، فأشكلت عليه هذه الآية لأنها تقول عن النصارى وهو منهم كان اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله. قال كيف هذا يا رسول الله؟ قال ألستم كنتم إذا حرموا لكم حراما حرمتموه وإذا حللوا لكم حلالا حللتموه؟ قال أما هذا فقد كان. قال عليه السلام فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله. فأي شيخ يقول هذا حرام بدون دليل من كتاب الله أو حديث رسول الله، أو بقول لك هذا خير بدون دليل من كتاب الله أو من حديث رسول الله، فقد جعل نفسه مشرعا مع الله، وجعل الناس الذين اتبعوهم في هذا القول بدون برهان من الله اتخذوه ربا من دون الله تبارك وتعالى. وهذا يبين خطورة الابتداع في الدين، وأن هذا الابتداع هو شر من الأجرام التي يعرفها المسلمون أنها أجرام.